النشرة الرئيسية من الفضائية التشادية، أهلا وسهلا بكم. ونبدأ النشرة ببرقية تعزئة مقدمة من فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي. هذا نصها: فخامة الرئيس، ببالغ الأسى تلقينا نبأ الهجومين الإرهابيين اللذان استهدفا كنيستين، الكنيسة القبطية بمدينة طنطا وكنيسة سان مارك بمدينة الإسكندرية، وذلك اليوم 9 أبريل، وأديا إلى مقتل 40 شخصا وجرح أكثر من 100 آخرين. هذين الهجومين الغاشمين يجعلنا نكون حذرين دائما. ففي هذا الظرف الأليم لكم وللحكومة المصرية أقدم التعازي باسم الشعب التشادي والحكومة، واسم الخاص لكم وللشعب المصري والحكومة، وندين هذين الهجومين الغير إنساني، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى. تقبل مني أخي الرئيس هذه التعازي. إدريس ديبي إتنو، رئيس جمهورية تشاد، رأس الدولة.